زاد مؤخرا الحديث عن الطائرات المسيرة أو الدرون في الحروب، لكن شركة إسبانية قررت أن تستخدمها في إنقاذ الأرواح من الغرق في البحار. الطائرات ذاتها كانت تستخدم في المراقبة فقط على الشواطئ في مناطق متفرقة في إسبانيا، لكن قدرتها على الوصول وإلقاء طوق النجاة خلال 30 ثانية فقط فيما يحتاج المنقذ أكثر من 3 دقائق ستغير الوضع قريبا. دعونا نتعرف أكثر عنها في التقرير التالي. من دبي تنضم إلينا بطلة ومدربة السباحة السيدة سارة الأجنف. أهلا بك معنا سارة على سكاي نيوز عربية، ونبدأ بسؤال: هل ممكن حقيقة أن تحل الدرون مكان المنقذ على الشواطئ؟ أهلا وسهلا، مساء النور، شكرا على الاستضافة أولا. أهلا بك. شوف، هي فيها يعني على طول في عنا يعني نعم ولا، يعني مع وضد، لكن إنها تحل تماما محل المنقذين ما نصورش، لأنه يعني في نهاية الأمر هي درون مصنوعة من قبل الإنسان، يعني الإنسان صنعها، وعلى طول لازم يعني يكون فيها ممكن فيه يعني نسبة خطأ، حتى لو تكون نسبة الخطأ ضئيلة جدا، لكن هي موجودة. يعني السبب الثاني أنه ثمنها يعني عالي جدا، فمش في إمكان أي يعني مثلا فريق إنقاذ أنه يتحصل على هالدرون هذا، لأنه سعره أكثر من 40,000 يورو. فأحنا لو تكلمنا على الثمن هذا، 40,000 يورو أنك بس تشتري الدرون هذا، و 15,000 يورو شهريا لتدريب البايلوتس اللي هما اللي بيطيروا الدرون هذا، لانه طيب مش سارة يعني ممكن يطير الاله هذه. فاحنا لو هالمبلغ في كلفة عالية، طيب توازيا مع هذه الكلفة العالية في توفير للوقت الثمين جدا في عملية الإنقاذ، يعني عندما نقول أنها تصل للغريق في 30 ثانية والمنقذ يحتاج ل3 دقائق، ألا يعادل ذلك الكلفة العالية؟ الوقت مهم في عمليات الإنقاذ. صح، الوقت مهم جدا، لكن هذا إذا احنا كنا عارفين انه الشخص اللي راح ننقذوه قادر على انه يمسك يعني سترة النجاة اللي بينزلها له الدرون. بس احنا في حالات كبيرة الشخص من كثر البانيك والخوف اللي هو يكون فيه مش قادر حتى يتحرك، يعني حتى انه يتقدم ويحاول انه يمسك، حتى في الفيديو اللي انتم تفضلتوا وريتوها انه يعني كان يحارب انه يمسك، ومرة تهرب عليه ومرة يمسكها. فاحنا لازم نراعيه يعني الحاجات هذه، انه هو الشخص ممكن من كثر خوفه ومن كثر البانيك اللي هو فيها مش راح يقدر انه يمسك الحاجة، فلازم شخص انسان معاه يعني عارف عواطفه، عارف يعني هو شو الاحساس اللي قاعد يشعر به في الوقت ذاك، ويساعده يعني بالطريقة اللي يقدر عليها. طيب، بما انك تتحدثي عن كيفية عمل الدرون وحالات الهلع والخوف والشد العضلي التي قد تقلل حتى من كفاءة عملها في انقاذ الارواح، خلينا نشوف كيف تعمل الدرون في عمليات الإنقاذ على الشواطئ، ونعود لإكمال النقاش. نتابع. طيب سارة، إذا كان في مشكلة في
إتمام عملية الإنقاذ باستخدام الدرون لحالة الهلع، الخوف، الشد العضلي، صعوبة إمساك حتى الغريق بطوق النجاة، يعني كيف يمكن الدمج بين الأمرين؟ منقذين عنصر بشري باستخدام طائرة الدرون. شوف بالضبط، يعني هو يعني عوض انه احنا نشوفه الاوبشن انه نعوضه الانسان، يعني نعوضه المنقذ نفسه، ممكن نجمعه بين الاثنين، بس مو بالضرورة انه الدرون هذا اللي تكلفته عالية جدا، ممكن درون عادي بس يساعد المنقذين انهم يعني يشوفوا الشاطئ كامل، يشوفوا اذا فيه ناس مثلا في الكاياك ضايعين في مكان ما، انه يساعدهم يرجعوا للشاطئ. فممكن يكون فيه تعاون بين التكنولوجيا وبين الانسان، لكن انه التكنولوجيا تعوض تماما الانسان صعب جدا، لانه حتى لو قلنا مثلا الدرون هذا ذكي وذكي جدا وممكن ينزل طوق الانقاذ، لكن هو يعني في نفس الوقت مش ممكن ينقذ الشخص، يعني هو ممكن يسبق الشخص ويعني في الاول انه 30 ثانية وينزل طوق النجاة للشخص لحد ما فريق الانقاذ يوصل للشخص على عين المكان ويعني ويطلعوا. فاحنا محتاجين للمنقذين انهم يكونوا موجودين ويكونوا متدربين ويكونوا يعني متأهبين انهم يعني يكونوا في الحالات هذه موجودين في الشواطئ وفي المسابح وفي كل الاماكن يعني اللي تحتاجهم. احنا بدأنا هذه المقابلة بأنه التجربة هي في إسبانيا، برأيك في منطقتنا هل ستنجح هذه التجربة؟ ستنتشر؟ يعني على الجانب الآخر في معوقات، الطائرة قد لا يسمح لها بالتحليق من بعض المناطق الحساسة، يعني هل تعتقدين أن هذا الأمر قد ينجح في منطقتنا باختصار لو سمحتي؟ أوكي، بصراحة يعني نفس ما قلت لك ممكن يكون فيه يعني تعاون بين التكنولوجيا والإنسان، لكن أنه تعوض تماما وإلا تحل محل لا، لأنه مثلا التكلفة العالية اللي درون يكون يعني ممكن نشريه بها واحد درون ممكن يدرب 26 منقذ على فكرة، يعني بالثمن هذيك ممكن أحنا يكون عندنا 26 منقذ في الفترة اللي هي يعني لازم يكونوا موجودين، و 26 منقذ ممكن يغطيوا المناطق الكل ويكونوا يعني يقوموا بشغلهم على أحسن يعني على أحسن ما يرام. من دبي كنت معنا بطلة ومدربة السباحة سارة الأجنف، شكرا جزيلا لك سارة على مشاركتك معنا في أون ستريم. شكرا.